أوزبك يريدون هدف ثاني. جيباروف عرضية وخطيرة وجول جول. وصلوا لمرمى الهلال لأنهم يتقدمون لأنهم يضغطون. وصل لوكوموتيف هنا الكرة وهنا ثنيان يتفرج، يعني كان من الممكن أن يخرج من مرمى، والله بعيدة، لكن كان من الممكن يخرج من البداية. يبعد الكرة، وصلت إلى فويزييف الذي ربما مع سعود كريري كان في هذا المكان. وصلت الكرة للمرمى مباشرة وسجل لوكوموتيف.